في صفحة ثقافية للظهيرة، نفس السلام والتسامح في ليالي الأندلس بالدار البيضاء في نسختها الرابعة، أمسية فنية جمعت مجموعة من الفنانين باختلاف دياناتهم غنوا للسلام والتعايش. بشرى رئيف، ريبورتاج عبد العالي مكاوي. إن الموسيقى لا تعبر الحدود، من قال إنها لم تنجح فيما فشلت فيه السياسة؟ هذا نموذج بسيط، سهرة فنية جمعت فنانين من العيار الثقيل من مختلف الديانات، وحدتهم دعوتهم للسلام والاحترام الآخر. نعبر عن رسالتنا من خلال الثقافة والموسيقى وفن الطبخ وباقي مختلف الثقافات. لدينا ورشات قارة وأخرى مناسباتية، وليالي الأندلس واحدة منها، وهذه دورتها الرابعة المنفتحة على العالمية، فقد استقبلنا فنانين من مختلف بقاع العالم. ساعتين تألق الفنانون في تقديم وصلات من موسيقى الآلة والموسيقى الأندلسية في لحظة فنية عكست التعدد الثقافي للمملكة. Je suis très heureuse باش نكون في هذه التظاهرة الفنية باش نشارك كفنانة مغربية كنساهم في لفات أن المغرب إلي أوفر على الديانات كاملين على الثقافات كاملين. هذه التظاهرة ماشي شي حاجة اللي سهلة، تجمع ما بين فنانين جايين من مختلف العالم. كنوريو الناس اللي هي بين العازفين المغاربة والعازفين من العالم كلهم، كاين رواسة امريكانيين جابونيين، كاين كل شيء كيعزفوا التراث المغربية. هذا هو اللي باقي انا في ليموسيون. ليالي الأندلس إذن محطة فنية سنوية لجمعية عشاق الفن الراقي، رسالتها محلية عالمية حبلى بالقيم الإنسانية المبنية على التعايش واحترام الاختلاف.